الكثير من أرض بنغازي. إن شاء الله من جوزينا بإذن الله جبال هاركون. جبال هاركون فكوش خير يا شباب. صباح النور. كيف صبحت اليوم؟ الحمد لله. المنطقة اللي قاعدين فيها شو اسمها هذه؟ سيف السبي. منصور يونس عبد الله البغديسي. تو نحن في الوقت الحالي في سيوف المطار حوالي 200 كيلو من مدينة الكفرة. طبعا طالعين من مهمة من كفرة تأمين الحدود، يعني استطلعوا في نفس الوقت شريته وفي نفس شريته إعاشة النقاط اللي برا، زملائنا اللي برا ثوار حماية الحدود. طبعا قوة درع ليبيا معنا وبارك الله فيهم، شباب ما قصروش معنا. وطبعا احنا يد وحدة على احساس ان نحمي حدودنا وان شاء الله خير ومنصورين ان شاء الله من نصر الى نصر ان شاء الله. ان شاء الله. شو اخبارك؟ قلت لك باهي تمام. انت ايش رايك في رفقة ثوار الكفرة؟ والله 100% ربي يحفظهم ثوار الكفرة، وجايين مدينة بنغازي نحموا الحدود لدينا، ماشيين جبال فوق ان شاء الله. قصروا معاك ثوار الكفرة في شيء؟ الله يبارك فيهم، ما قصروا بكر والله. ورونا الطرق ورونا المكانات وين المبالط يطلع من التهريب،
الهجرة غير شرعية، صبوا معانا يد وحدة. فإذا في الكون دين وصفاء، وإذا العالم خير وصلاح، فالخلود للجدود إنهم قد شرفوا هذا الوطن. إننا للمجد والمجد لنا، مذ سرون حمد القوم السرى، بارك الله لنا استقلالنا، فابتغوا العلياء شوا في الورى، واستعدوا للوضع أشبالنا، للجلاب يا شباب كلما الدنيا كفاح للوطن. قصة المحل هذا؟ هذا كان في واحد سوداني أنا قاعد حوالي 5 أو 6 سنوات. شنو يبيع؟ يبيع فيه عصير وبشكوط ودخان و... في الوطن الخالي هذا؟ في الوطن الخالي حوالي 210 ولا 220 كيلو من الكفرة، سوداني جنسية. كم لام سيد؟ والله ممكن له 3 سنوات. 3 سنوات بس جو ما جينا المكان هذا ما لقيناش، توفى شلو جماعته، شو اللي صار لا الله يعلم. عندي ارزيق قلم انا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناصر الترهوني من قوات درع ليبيا، مكلفين بمهمة لتوصيل إغاثة لإخواتي أخوتنا في نقطة جبال أركنو. والحمد لله أنا أمام الآن جبال أركنو وجبال العوينات على اليمين وجبال أركنو على اليسار، ومعانا اخوتنا من ثوار الكفره الاخ عبد الله. عبد الله البغديسي من احد ثوار الكفره. يا مرحبا. مات عمي من احد ثوار الكفره. يا مرحبا. منصور البغديسي من ثوار الكفره. يا مرحبا. سامة الجهاني من قوات درع ليبيا. قوات درع ليبيا. يا اهلا وسهلا. سعود كريم. سعود زوي. يا مرحبا بكم. وبك صالحين من ثوار الكفره. يا مرحبا بكم، والحمد لله انا باذن الله متكلين على الله لاتمام المهمه. بالمره نبوا دوريات استطلاع لتامين الحدود حتى يتم تامين بلادنا الحبيبه من مشرقها المغربها من شمالها الى جنوبها باذن الله تعالى. البركه في سيدنا محمد. يا اخوي عبد الله نبوا نبذع سلسله الجبال العظيمه النعمه اللي عطاها لنا ربي في بلادنا الحبيبه، بلادنا الخلابه بترابها وبجبالها بتسبيح الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ترحم ارواح شهدائنا الابرار، وان شاء الله يرجعوا مفقودينا وجرحانا الى ذويهم في اقرب وقت ان شاء الله. طبعا هذين جبال اركنو
احد عجائب يعني يعتبر الدنيا. يعني ممكن في عهد الطاغيه ما فيش حد جاء هنا المناطق هذينا وشافن زي جبال اركنو وجبال العوينات. طبعا الطاغيه زمان كان طامس حاجه اسمها طبيعه او حاجه اسمها طبيعه ليبيا يعني. فهمت؟ بالنسبه لوضع الحدود هل نوعا ما يعتبر امن بين هذين؟ والله في الوقت الحالي مش امن 100%، لكن يعني بالنسبه يعني حدود الكفره يعني والله تقدر تقول نسبه 80% امن. يقولوا ان الجبال هذه تردد عليهم بعض المرتزقه، من كان ساكنهن الجبال هذين؟ كيف اركنوا كيف العوينات من قبل؟ والله هذوما كانوا حركه العدل والمساواه، كانوا حركه العدل والمساواه طبعا متمركزين هنا جبال اركنوا والعوينات. في ايام الاحداث ايام ثور 17 فبراير المجيده كانوا يطلعوا من الجبال هذين ويطلع عن جهه المنطقه الشرقيه في عند اخوتنا غادي في الشرق، بالذات جبهه البريقه ورصنا نوف وجدابيه. طبعا اكبر قدر من المرتزقه جلبهم الطاغيه هم العدو والمساواه اللي ضربوا البريقه واخوتنا في جدابيه واخوتنا في رصنا نوف وفي مصراته. اخر دوريه كم خويا في الجبال هذين امتى؟ والله اخر دوريه يوم 17/5 17/5 جينا انا وحصل اشتباك 2011 حصل بيننا وبينهم اشتباك هناي ومسكنا منهم بعض الاسرى وقتلنا منهم مجموعه هناي وطبعا لاذوا بالفرار. ونبي نعطي نبذه انا بالنسبه لحركه العدل والمساواه، حركه العدل والمساواه حركه كبيره كان يدعم فيها معمر قذافي من عهد من ممكن من 5 أو 6 سنوات فاتت، ومعاه ضباط من الجيش الليبي ومعاه عسكريه من الجيش الليبي، يعني مش الجيش الليبي كتائب الطاغيه. والوقت الحالي هل انها مؤمنات ولا مش مؤمنات؟ والله تامين مش 100% لكن 80%. طبعا عندنا انا قوات درع ليبيا حاليا متواجدين في الموقع هذاي بالمشاركه مع اخوتنا الثوار من الكفره واخوتنا ثوار من الشرق بصفه عامه من الكفره لمساعد. حاليا متواجدين ممكن هم حوالي 15 20 يوم ونحن تو شايلين لهم معونه ووقود كيف ما تشوف والمياه الشرب ان شاء الله وربنا يوفقنا والله اكبر وعاشت ليبيا حره. بارك الله فيك. هذه سياره الاغاثه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بارك الله. ماشي يا اخونا. الامور كويسه. وقاعدين بيتين انا في كتف السيف انا. تمام. وان شاء الله الليله تكون دافيه شويه خير من ليله امبارح. ان شاء الله. ليله الحق صقع اليوم. يستر الله. واتين لاي حاجه ان شاء الله. مستعدين الثوار مستعدين ليضع الاسلحة. ان شاء الله. اي حاجه مستعدين احنا اليوم بالاستعداد ان شاء الله. تو نحن بالضبط وين قاعدين؟
والله حاليا غربي أركن قاعدين. يعني في المثلث الحدودي اللي ما بين مصر مصر والسودان وليبيا. ما بين مصر والسودان وليبيا، وعندنا طبعا هنا في الجيش المصري يبعد مننا حوالي 5-6 كيلو، نحن تو حاليا موجودين بحمايتها. شنو انطباع الجيش بعد ما حقونا؟ الجيش المصري؟ اه والله الجيش المصري حاليا انطباع ما هي ناحية يعني بضحك. شن كانت استقبالهم لكم؟ والله استقبالهم كويس، وفرحانين بالمبادرة اللي توها قائمة بين الجيش الليبي والجيش المصري على اساس حماية الحدود. بس الحقيقة ان الجيش الوطني الليبي هو اللي قائم بالدور الاكبر في العملية هذه الحق يعني. بطبيعة الحال لان هم مش عارفين الصحراء كيف ما عارفينها نحن. انت تحكي على التنسيق في الحدود يعني؟ ايوه. الجيش الليبي اكثر احسن من الجيش المصري؟ اكثر بواجد يعني، مش بواجد من ناحية الآليات ومن ناحية الجنود ومن ناحية العتاد ومن خبرة. من جميع النواحي ومن ناحية الخبرة كذلك. بين الذهول اللي حقيناه اللي شفناه على وجوههم أو ما جيناهم يعني، شنو يعطيك من انطباع يعني؟ والله الانطباع بالنسبة للشعب الليبي بصفة عامة، كلمة ثوار هذه قضت على يعني شو بنقول لك يعني، العالم هذا كله عرف حاجة اسمها ثوار من الشعب الليبي. في حسيت ان في احترام وفي تقدير للناس اللي جيتهم؟ لا في احترام كبير وفي احترام الحقيقة. يعني هل الثوار خذوا يعني واخذين هيبتهم وامورهم يعني؟ والله العالم يشهد بذلك هذه اكيد. وهل الشيء هذا شفته اليوم الجيش المصري؟ شفته وهم برواحهم رحبوا وقالوا الكلام هذا بلسانهم يعني، مش من وشفناه في عيونهم، قريناه الشيء هذا وفرحانين بينا وسعداء. تو بدري قال لي المقدم، قال لي انا ممكن بعد المغرب حتى حركه واجده من موقعنا ما تحركش. قلنا له اليوم تو نحن قاعدين هناك حمايه، بالاضافه في ثوار تانيين من كتيبه الدرع الليبي يبعد مننا حوالي 115 كيلو او 120 كيلو، متواجدين ومعاهم العقيد فرج بوشعاله، انا ما اعتقد ولا ايوه فرج بوشعاله قاعد غادي قاعدين، وان شاء الله الامور تمام باذن الله، مستعدين لاي شيء لاي طاقه. شنو درع ليبيا يصير منهم في الصحراء؟ والله ثوار ليبيا كلهم يصير منهم باذن الله في الصحراء، والله في حتى في البحر بر والبحر. بارك الله فيك. الله يسلمك. في حد بيقول كلمه شباب؟ بارك الله. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ شنو اخبارك؟ شنو امورك؟ بارك فيك. بين فيها صقع اليوم؟ واه صقع والله، مغرق نبي الرقد وتو شويه باش نبي نمسك التوكه بتاعتي. باهيس. ما اليوم ان شاء الله توكات موزعينها الشباب. ان شاء الله. وتريحوا شويه واحد يغفي وباش الشباب الاخرين يمسكوا. وان شاء الله خير، ان شاء الله مسيطرين على الوضع. اسف. طبعا هذه حدودنا عارفينها من بالحيطه. وان شاء الله خير. ان شاء الله. ان شاء الله خير، بارك الله فيك. فينا فيك. والله السلام عليكم. السلام. شو امورك؟ شنو التوكة عليك توا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. رد بالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله. ما عنديش التوكة. قال لي عندها دريلتك. اسامة. مش باصة نشربوا بها شيء. مبارك يا اسامة. 100% 100%. طيب. الله اكبر. السلام عليكم. اخبارك؟ كويس. امور شباب؟ داري شنو امور؟ شو راي البيت هذا الصحراء؟ لا الامور تمام والله. ها؟ 100% خلاص تولوها نحن نحرسوها نحن. والله ما عندنا مشكله. ان شاء الله. نازل ليبيا هذا ندير المستحيل. شو اخبارك؟ شنو امورك؟ مرحبا، شو الاخبار؟ انت بتضيع وان شاء الله تبان. شو اخبارك؟ كيف صار؟ شنو امورك تمام؟ تمام والله. شو اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. شنو متريح ان شاء الله؟ والله تمام. لا متريحين امورنا تمام، ما ناقصنا شيء. ان شاء الله. نحن هلا يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا هذا سيارة التموين هذا أهم واحد فينا. هذا التموين والبنزينة والنافتة والولا كلها في السيارة إن شاء الله، جميع نقطة نمشوا نزودوها بأي حاجة. إن شاء الله. التموين هي نقطة الحمد لله موفر الجيش كل شيء. إن شاء الله. بارك الله فيكم ونستونا في الوطن. في الخلاص. لا عاد احنا رفاق، قاعد احنا اللي بينا فيك ما اللي بينا فيك، وان شاء الله موفقين ان شاء الله.
تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر دم الشهداء ما يمشي شباب دم الشهداء ما يمشي شباب دم الشهداء ما يمشي شباب الله اكبر الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر حمد بارك الله فيك يا استاذ تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر ربي يحفظكم ان شاء الله قاعد يصور تباهي يا راجل تعال الله اكبر الشهاده يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك. شنو الحمد لله. تمام. الله يسلمك. نحن بالضبط تو وين قاعدين؟ نحن قاعدين طبعا على الحدود الليبية السودانية المصرية. المصرية، كم تبعد عن الكفرة النقطة هذه؟ هذه النقطة بالنسبة للنقطة هذه تبلغ حوالي في 270 كيلو. بالنسبة هيك يعني لكم اكثر يعني قبلنا بكم يوم انتم يعني شنو الوضع بالنسبة قدامكم؟ والله بالنسبة للوضع تو حاليا نحن قاعدين دايرين مجهوداتنا في البحث عن الناس المفقودين هذوم وقاعدين وان شاء الله مش مقصرين يعني والحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك شكرا شكرا بارك الله فيك الله اكبر
الله اكبر قوه الدرع يا الله اكبر قوه الدرع كفرة. الله اكبر الله يحفظكم جميع الله اكبر نورين يا قوه الدرع نورين ابدو هاي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد ومن ولا الحمد لله بفضل الله تمت مهمتنا وصال المعونه لاخواتنا في نقطه اركنو بنجاح والان انطلقنا من نقطة أركنو بالتحديد مجموعة قوات درع ليبيا وثوار الكفرة الله أكبر عليهم من نقطة أركنو إلى الكفرة بإذن الله تمشيط ومسح ما يمكن مسحه من نقاط في الصحراء بإذن الله تعالى بإذن الله الله أكبر سلام نظيف يا سلام عليك معك منصور بغديسي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عموما هنا المهمة متاعتنا بنجاح الحمد لله ربك وفقنا وهذا من ربك التوفيق فضل من الله وتوفيق من الله تمينا المهمة بنجاح وتو راجعين نمشطوا قلنا نمشطوا حدودنا من نقطة أركنو من نقطة أركنو قلنا نمشوا على سيف المطار وناخذوا برمة شنو المناطق اللي حمروا عليها والله اسماء المشهورة يعني. والله إن شاء الله قدامك سيف المطار وعندك قارة الريح واحتمال نمشوا على 400 يعني شوف 400 وان شاء الله خير ربك يوفقنا ان شاء الله ونمشطوا اي واحد يتسول له نفسه يجي لاراضينا ان شاء الله بثوار الكفره ومعانا قوات الدرع ان شاء الله منصورين ان شاء الله والله اكبر عبودة. بسم الله الرحمن الرحيم ترحم على شهدائنا الابرار وان شاء الله ربي احنا يرجع يرحانا في القريب العاجل ان شاء الله عبودة نصرك على تموينا وامورنا تمام ان شاء الله لعند الكفرة والله ان شاء الله تمام حاليا احنا طالعين من نقطة تعرفنا من قوتنا اللي كانوا في النقطة هنا يمشطوا قوات درع ليبيا وثوار الكفرة وطبعا فيك زي ما قلنا ما سبق امبارح اساس معنا في قوات ثانية من الجيش المصري وحاليا تو راجعين الكفرة ان شاء الله وما ناش راجعين طوالي الكفرة باذن الله عندنا حوالي 140 ولا 150 كيلو تمشيط ان شاء الله وبعدها نرجع الكفرة باذن الله تعالى ربك يوفقنا والله اكبر وعاش في بحر شنو وضع الجيش الليبي عندك ناقص عليه من التموين صح؟ والله الجيش الليبي ناقص الحق التموين ناقص والاليات تعبانه وتعبانه الحق والاطارات تعبانه والحقيقه يعني سيارات اللي حاليا توقع قاعدين بين جماعه الجيش الوطني الليبي سيارات الثوار اللي كانوا في جبهات وكانوا في واني احنا ناشدوا وزاره الدفاع ورئاسه الاركان من يدعم الجيش الليبي خاصة في المناطق الحدودية لليبيا لأن الصحراء مفتوحة من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي بالإضافة إلى حدودنا مع البحر حتى من أنسواس ضروري تندعم وإن شاء الله ربك يوفقنا والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله هذه استراحة الثائر هذه استراحة الثائر والله باهي باهي يا شيخ اكبر نور افوجا جودك حرارة يا عبودة ها لا والله ترابل ها ترابل باهي ربي يكون في عونه قاعدين في سيف المطار تو سيف المطار اه نرقوا السيف هذا بنا عليها قور زوية إن شاء الله وبعدها ونضرب بالغداء بعد مش نعرف الصحراء كيف تمشي ضروري من الاستراحة يس ترويقة هذه صب لي عبد الله ترويقة وتغداية وتصب لهم مية وكل ماشي
وطنجرة طبيخة باللحم الدجاج ما نحكيلكش عليها. هذه أكلة خاصة المرة الجاية مفروض غزالة. هذه أكلة الثوار. لا إن شاء الله بنقابل إن شاء الله. الدورية الجاية إن شاء الله. الدورية الجاية في وادي الغزال إن شاء الله بإذن الله غزال ودانو والخير واجي. إن شاء الله يس. غرز دورية سريعة تورمش المو والأخرى ورده. مفيش حشيشة. هذه أكلة للثوار خاصة. ها؟ حشيشة. عبد الرحمن. في شاي يا عبد الرحمن. ها؟ شاي حمراء. في باكم مش عارف فين سيارة هذه. عطيتها انا هذا. في السبيز هذه ما فيهاش؟ ما فيهاش؟ ها؟ مكبوبة لوطة. هذوما هما الثوار كيف ما تشوفوا فيهم حياتهم حياة إنسان عادي لا يتكبروا على الناس ولا أي حاجة ربي يحفظهم يعني. الحمد لله أن أول صحة في ليبي يوصل النقاط اللي وصلتهم في جنوب الشرق من الصحراء الليبي وربي يحفظهم كلهم إن شاء الله ونروحوا طيبين. شو رايك يا ابو رفيق؟ الله اكبر والله. شو رايك في الجو؟ والله والله جو ما وعرف الهدوء ها؟ جو من هنا 130 كيلو للكبره. ان شاء الله ان شاء الله. نصل بس ان شاء الله.